بطولة زي أصعب ماتش كان زي 21، كان برضو ماتش الزمالك. الحمد لله عرفنا نكسب 3-2. أنا الحمد لله عرفت أجيب ماتشين والحمد لله كسبنا. يعني أنا مش بخاف في أي وقت يعني، بس يعني وأنا بقى بتعامل مع اللي عنده 10 سنين زي اللي عنده 25. ما ينفعش نستهتر بأي حد، لازم نلعب كله زي ما هو. وطبعا اللعب بيفرق طول ما السن بيكبر والمهارة بتكبر، بس برضه لازم نعمل حساب للصغيرين.